السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. وما شاء الله تبارك الله، هذه اللي هي يسموها الفلوريدا غوست، ما شاء الله تبارك الله على ألوان الأوراق اللي موجودة فيها، إبداع الخالق ما شاء الله تبارك الله. تسلم يد أبو حامد صاحبها الأساسي، هو سبحان الله إخواني، صدق أو لا تصدق، ما شاء الله تبارك الله. نرجع نقول أخذها عقلة من عندي، لونها أخضر، والآن شوف كيف أصبحت والجمال اللي هي فيه، ما شاء الله تبارك الله. هوريك حوضها كمان، وهذا ما شاء الله تبارك الله الحوض تبعها. شوف صحنها على قولها منهي فيه موجودة، شايف الماء الزايد حينزل هنا عندنا تحت ويبقى بالرجول، شايفين أرجلها وجذورها ممكن تمتد. فهذا حوضها ما شاء الله تبارك الله، مدعم جيد ممتاز. طبعا هي نرجع نقول معروضة للبيع، اللي حاب يحصل عليها ممكن يتواصل معنا على الخاص، وممكن تشاركوا فيها كذا شخص، لأنه ممكن تقصها عقل.